السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. دائما العواصم والمدن الكبيرة ما تعطيك تصور كافي عن البلد، بطلع جولة وبزور بعض القرى. عشرات تبارك الله، هذا فلفل وهذا الأبيض قطن. هذا محصول قطن، القرية هذه أكثر فيها القطن والفلفل، الزراعة عموماً. هذه القرية فيها 1000 نسمة، 25% مسلمين، فيها 3 مساجد، 2 مساجد كبار تابعة للقبوريين، وخاصة القبوريين كثر في الهند في الأماكن اللي منتشر فيها العلم، ومسجد واحد تابع أهل السنة هذا الصغير هذا، هذا مكان ساتر مصلى النساء. أكثر قرى الهند فيها كهرباء، لكن الطبخ على حطب مو على غاز. لبن بدون شيخ مع السمن سكر. دمام عثمان الوحيد بقرية تشتغل بالسعودية ويسمونه سعودي باشا. تعرف عليها بالهند، يعني مثلا تسمع فلان فلان المكي الصلاحي المدني، اللي درس في المدينة يسمونه المدني، اللي درس في مكة يسمونه المكي، اللي درس مثلا في أهل الحديث يسمونه السلفي أو الأثري، درس في الندوية يسمونه الصلاحي. كنا معزومين عند واحد، ولما جينا القرية الثانية إلا مسوين غداء، فأتغدينا حنا ومعزمنا الأول عندهم، الله يكرمهم جميعا. أغلب أهل القرية يعبدون الشجر والحجر والأصنام. عدد المسلمين فيها قرابة 100 شخص. المسلمين اللي فيها يصلون الجمعة في مسجد يبعد قرابة 6 كيلو، والآن بادين في إنشاء مسجد. تبعد القرية عن حيدر أباد؟ قريبة
300 كيلو. كيلومتر 300 كيلومتر من حيدرآباد بعوجة. وكذا لم يراها لم يجيها هنا العرب أول من قبلك. ما جاء عرب هنا أول من قبلك. في الهند وعدد من الدول ما تصلي كشف الرأس، فتجد بداية المسجد حاطين طواقي، تلبس الطاقية وتصلي. حكم المسلمون الهند أكثر من 800 سنة، وآخر من حكمها هي إمبراطورية المغول التي دام حكمها بالهند 3 قرون. أتى زمان ضعفت فيه دولة المغول، واهتم حكامها بمصالحهم الخاصة، فانتهز نادر شاه حاكم إيران فرصة وزحف عليها، وأحدث بعاصمتها دلهي دمارا شاملا، وعاد لبلاده بغنائم هائلة. وقد ساعدت هذه الأوضاع الإنجليز في السيطرة على الهند تحت ستار شركة الهند الشرقية البريطانية، وهذه أخبث شركة عرفها التاريخ. هي بمقام دولة، أموال باهظة وجيوش ولها سجون. وانتهى الحال بأن دخل الإنجليز دلهي، وفقد المسلمون ما كانوا يتمتعون به من إمساك بمقاليد الأمور والاحتكام إلى الشرع. وفي ظل هذه الأجواء المتردية تولى بهادر شاه الثاني الحكم في الهند خلفا لأبيه، وكان الإنجليز في عهده قد أحكموا سيطرتهم على سلاطين الهند الذين كانوا يتقاضون رواتب من الإنجليز كأنهم موظفين لديهم. سياسة الإنجليز يترك السلطان المسلم بالاسم فقط وليس لديه أي صلاحيات، وأعمال الحكومة في أيديهم. وجه الإنجليز إنذار إلى بهادر شاه الذي كان أسير القلعة الحمراء أنه آخر سلطان يسكن القلعة، وأنها ستصبح ثكنة عسكرية، وهذا يعني القضاء على الحكم الإسلامي بالهند. انتبه العلماء المسلمون في الهند لهذا العمل المخادع، فعارضوا هذه السياسة وأعلنوا أن الهند أصبحت محتلة ودار حرب، وعلى المسلمين أن يهبوا للجهاد والثورة ضد الإنجليز. فاتحد أهل الهند من مسلمين وهندوس، واختاروا السلطان بهادر شاه قائدا عاما للثورة. قامت الثورة في دلهي دون تخطيط، ولم يكن بهادر شاه يصلح لهذا الدور لكبر سنه وضعفه. واستطاع الإنجليز تجميع قوات هندية من الأمراء الموالين لهم، وانضم إليهم عدد من طائفة السيخ الذين كانوا يكرهون المسلمين، ونجح الإنجليز في القضاء على هذه الثورة. وبعد فشل الثورة قام الإنجليز بالقبض على بهادر شاه وأهل بيته، وساقوهم مقيدين للسجن، وقتلوا أبناء الملك وأحفاده، وقطعت رؤوسهم أمامه. حكم بهادر شاه واتهموه بأنه تعاون مع الثورة ضد الإنجليز، وأنه أمر بقتل الإنجليز رجالا ونساء وأطفالا، وكانت تهمة كاذبة، فأوامره صريحة بعدم الاعتداء على الإنجليز غير المحاربين. ثم خف الحكم إلى نفيه، ورحل هو وأسرته بعض حاشيته إلى بورما، وبنفيه سقطت دولة المغول المسلمين وانتهى الحكم الإسلامي بالهند. مكن الإنجليز الهندوس وأعانهم على إبات المسلمين، فقتلوا وأبادوا وأحرقوا وهجروا. يذكر أهل التاريخ أن سقوط دولة الإسلام في الهند مثل سقوط الأندلس أو يزيد عليها. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله.